ندعو الطالب الأول الذي سيمر أمام أعضاء لجنة التحكيم، الطالب أمين سالم من ولاية أتيارت، نتعرف عليه أكثر ونتوسع في التعرف عليه خلال هذا البورتري. شع نور لح من بين البطاح من ديار الخير من مكة تلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أنا متابع وفي لمعهد تاج القرآن أو ما يسمى من قبل فرسان القرآن الكريم، وهي بطبعتها الجديدة تاج القرآن الكريم. وانجلى السعد على أم القرى حين جاء. هدفي من المشاركة في هذه الطبعة هو الالتقاء بالإخوة إن شاء الله، والتعرف على المشايخ والتعلم منهم وبغية الكسب إن شاء الله. وانجلى الليل وقد زاد. مرحبا بك، من فضلك أن تعطينا الرواية والطريقة التي ستقرأ بها إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. أقرأ برواية ورش عن الإمام نافع من طريق الأزرق بقصر البدل. ما شاء الله. طيب تفضل، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، واقرأ من قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها. الصفحة رقم 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها. ألم تعلمن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلمن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. حسبك بارك الله فيك. أحسنت الله إليك.